السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم اليوم معايا. إن شاء الله اليوم نوجد معكم بيتزا الخاصة ديالي، كنوجدها بواحد المكونات ومخصصا بالنسبة للأطفال، ولما لا حتى بالنسبة للناس الكبار. يعني ما نقتصروش غير على الدقيق الأبيض فقط، كنضيف لها واحد المكون اللي هو صحي، كنبقاو نستعملوه مرة مرة في الوصفات ديالنا أو في الأكل ديالنا. هنا عندي معلقة صغيرة ديال السنيدة مع مرش، وعندي تقريبا نفس الكميه ديال الخميره ديال العجين، عندي الملح، الملح كتبقى على حسب الذوق. هنا هذا هو المكون، عندي إيلان. إيلان كيف كنعرفوا صحي، بالنسبه للعظام الكالسيوم، الناس اللي عندهم الكالسيوم شويه ناقص، هذا إيلان هذا صحي، يمكن نستعملوه في العجين، نستعملوه في الحسوه كذلك. راه سبق لي وحضرت معكم واحد الحسوه استعملته فيها. هنا طحنته، عندي هنا دقيق القمح العادي اللي هو بلدي، غربلته، يعني ما غربلتوش بزاف، خليته شويه فيه شي حاجه قليله ديال الدقيق ديال الحمراء. عندي هنا الدقيق الابيض، عندي الحليب. الحليب هنا يمكن لكم تستعملوا الحليب سائل، يمكن لكم تستعملوا الحليب بودره، سبق لي وحضرته معكم في البيتزا. عندي هنا زيت الزيتون. هادو هما المكونات اللي غنستعمل انايا في العجين اللي هما رئيسيين. هنا غناخذ، انا غنستعمل العجانه، يمكن لكم تستعملوا تعجنوا في عادي. هنا غنستعمل الدقيق الابيض وكاس واحد ديال دقيق القمح، وبالنسبه للدقيق الابيض غنستعمل تقريبا واحد 5 الكؤوس. هنا الكميه ديال الدقيق كتبقى على حسابكم، يمكن لكم تستعملوا كاس ديال دقيق القمح وثلاثة ديال الفورس او أربعة. هنا تقريبا انا استعملت 5 لان بغيت الكميه شويه تكون كثيره. هنا تقريبا عندي 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال إيلان، يمكن لكم تضعفوا الكميه. هنا السنيده والخميره كنضيفها مع هذه المكونات الناشفه، كنحاولوا نتجنبوا الملح، ما كنضيفوهاش مع الخميره دائما. نخلط هذه العناصر اللي هي ناشفه كامله، صافي. من بعد ما خلطت العناصر كامله غادي نضيف الملح، دائما نتجنبوا الملح، ما نضيفوهاش مع الخميره. الملح كتبقى على حسب الذوق كيف قلت لكم، نحاولوا ما نكثروش منها. غنضيف زيت الزيتون تقريبا 1 2 معالق كبار حتى 3. هنا غنضيف الحليب اللي هو حليب دافئ، ماشي سخون بزاف وماشي بارد، يمكن لكم انكم تستعملوه يكون بارد في درجة الحرارة ديال المطبخ. استعمل 2 ديال الكؤوس، مع هاد المقادير اللي عطيتكم لي ديال الدقيق تكفيني. يمكن لكم انكم تستعملوا غير كأس ديال الحليب وكأس ديال الماء، غير هو هنا الحليب كيعطي العجين واحد الرطوبيه زوينه بالنسبه للبيتزا. يعني واخا تخليوها مده طويله ترجعوا تسخنوها كتلقاوها مزيانه. صافي، هنا العجينه هكا بغيتها، ما بغيتش العجينه تكون قاسحه وما تكونش خفيفه بزاف. صافي، من بعد ما تجمعت عندي العجين اكيد غناخذوا شويه ديال الدقيق، يكون احسن الا درتوا شويه ديال الدقيق ديال القمح، يكون مغربل مزيان او الدقيق السبيسيال مع الدقيق الابيض به باش تجمعوا العجين وكذلك باش تورقوها. صافي، هنايا انا غنحاول العجين جمع. شفتوا انتم كيفاش خفيفه عندي العجينه، حاولوا ما ديروش العجينه قاصحه باش ما تشربش ليكم. تعرفوا هاد العجين هذه في البيتزا كتجي رائعه، ملي كنخرجها من الفرن يعني كتاخد وقتها في الطياب، كتمسوها كتلقاوها ان العجين او من بعد ما طابت كتحسوا بها بحال قاصحه، لكن من بعد ملي كتحطوها صافي كترجع هشيشه رطبه. يعني يمكن اي واحد تعجبه، ولا بالنسبه للاطفال كيف قلت لكم، ولا بالنسبه للكبار. هانتوما كيف كتشوفوا العجين صافي كنورقوها، كتشوفوا حتى اللون ديالها مبدل، يعني ماشي الدقيق الابيض بوحدو وداك الا اللي غربلناه مزيان، اكيد خصوش يكون ما مغربلش لانه هو شويه كيكون قاصح من بعد ما كنطحنوه. كتشوفوا كيفاش كيبان في العجين عندنا. صافي، هنايا حاولوا ما امكن انكم ترقوا العجين، ما تكونش غليظه بزاف. هنا انا كنفضل ندير هذه العمليه للعجين قبل ما نقطعها، غير هي كتضغطوا عليها مزيان باش من بعد ملي كتقطعوها دوك الثقوب اللي درنا كيبقاو مزيانين. انا عندي هذه كنخدم بها بزربه كتساعدني. هنا دائما بالنسبه للاطفال الا بغينا نعطيهم شي حاجه هما ما متعودينش عليها ونبغيهم انهم يتناولوها، كنحاولوا نغير لهم الاشكال حتى بالنسبه لينا حنا الكبار. يعني ما نقتصرش على دائما بيتزا على الشكل ديالها الداير، يعني نحاولوا نغيروا شويه. صافي، عندي هذا الطابع هذا اللي كنستعمل به لي طاغطو هكا، يعني غنستعمل به، غنطبع به البيتزا
حتى الشكل ديالها كيجي زوين من بعد ملي كنكملوها. هانتوما كتشوفوا الثقوب اللي درت بقاو مزيانين يعني من بعد ما قطعت، يعني ما ماشي دوك اللي كتقطعي وكيتسدوا، وكتجي هاد العمليه يعني مزيانه، ماشي فحال ملي كنبقاو نقطعوا وحده بوحده ومن بعد عادش كنبقاو نخدموا بالفرشيط كتاخذ لينا الوقت. صافي يمكن لكم تاخذوها وديروها في المجمد ملي كتبغيو تطيبوها كتجبدوها بحال كيما سبق لي درت معكم، راه كاين في الفيديو في القناه. واستعملت كذلك هذا المولد الداير هذا هانتوما كشفتوا، والعجين اللي غنجمع غنستعمل نخدم بها وحده كبيره اللي هي هذه. صافي كذلك انا ورقتها وكنضغطوا عليها من الجوانب مزيان، كنديرها في المجمد. صافي هنايا خديت واحد الفص ديال الثوم اللي قطعته ودرته في الزيت غنشحره، وكذلك الفلفله حمراء والفلفله خضراء على حسب اللي وجد عندكم، لكن الفلفله حمراء والخضراء كتمشي مع بعضياتهم. هنا الا كنا نضيفوا البصل ما كنشحروش مع الثومه، لان البصله والثومه ملي كيتشحروا مع بعضياتهم كيعطيو واحد الرائحه ما زويناش، وفي نفس الوقت المذاق ما كيكونش زوين في الخليط اللي درنا. اي خليط بغينا نصاوبو ما نشحروش الثومه دائما والبصله، دائما نتجنبوا هذه العمليه هذه، يا اما نشحروا الثومه يا اما البصله، كل حاجه بوحدها. صافي من بعد ما شحرت هنا الفلفله كيف كتشوفوا معايا مزيان، نخليها شويه تنشف. داك المذاق ديال التشحار ديال الفلفله كيجي زوين في البيتزا، تجربوا ان شاء الله يعجبكم. يمكن لكم كذلك تشويو الفلفله، لكن من الاحسن انكم تشويوها فوق البوطه، لان ملي كنشويوها فوق البوطه كيكون فيها واحد المذاق ماشي بحال اللي كنشويوها في الفرن، كيكون مغاير. صافي هنايا من بعد هانتوما شفتوا الفلفله عندي والثومه تشحرات مزيان، غدا ناخذهم وغدا نطحنهم مع واحد الجزره اللي خديتها وسلقتها اللي هو خيزو، سلقته وحيدت منه الماء وطحنته مع شويه ديال صوص طوماط. هنا غناخذ هذه الفلفله هذه والثومه اللي شحرت طحنتها شويه وضفت لها داك المكون ديال الصوص طوماط والجزره اللي طحنت قبل. بالنسبه للجزر كيجي زوين في الخليطه ديال البيتزا، كيهرس لينا ديك الحموضه ديال الصوص طوماط اللي كتكون، يعني غير جربوها الطريقه ان شاء الله غتعجبكم كذلك تعجب الوليدات ديالكم. كنكونوا هنايا دخلنا الخضار غير في الصوص طوماط، يعني بالنسبه للاطفال اللي ما كيبغيوش يتناولوا لينا، يعني ما نقتصروش دائما بيتزا غير على صوص طوماط فقط. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه، واللون ديالها كذلك والشكل، يعني ما بيناش بلي راه فيها الفلفل وفيها الجزر. صافي هنايا انا خديت الخضار اللي ما كيبغيوش يتناولوا ليا الاطفال بحال القرعه والجزر كذلك. يمكن لكم تستعملوا ليشو خاصة داك اللون الأحمر اللي لقيتو أو الموف كيكون زوين كيعطي واحد المنظر كذلك. أنا هنا استعملت غير العادي. صافي شحرتها شوية ديال الزيت بدون ملح. صافي دابا هنا غنضيف ليها أنايا واحد شوية ديال الطون، غنحاولو نصفيه مزيان ما نديروش داك الزيت ديالو، تقريبا ما غنستعملش بزاف، واحد ربعة ديال المعالق صغار غير غنغير به النسمة ديال الخضرة هذه. في حاله الا ما بغيتوش تستعملوا هاد الطون هذا، غتستعملوا سمك عندكم يكون يعني طيب في الفرن او هكا كتاخذوا منه وتستعملوه كذلك، كيجي زوين. هنا كيف كتلاحظوا الخضار كيفاش محكوكه كتعطي حتى شكل زوين بالنسبه للبيتزا، وبالنسبه للاطفال راه من بعد ما كطيب ما كينتابوش ليها. بالنسبه للكبار اكيد كتعجبهم هاد البيتزا، هادي كنت كنصاوبها بزاف كتعجب كاع اللي كياكلها بصراحه كتعجبو، لان كتحسي ان البيتزا ما فيهاش غير الدقيق بوحدو والفرماج. صافي جبت العجين من المجمد، راه سبق لي وحضرت معكم واحد الفيديو كيفاش كنحتفظوا بالعجين ديال البيتزا من بعد ما كنقطعوها في المجمد، لان كيعجبني انا البيتزا تطيب وهي العجين ديالها خضراء من الاحسن. ملي كنطيبوها ومن بعد كنجبدوها طيبه وكنديروا فيها الخليط او المكونات ما كتجيش مزيانه، من الاحسن هذه الطريقه هذه. غنخلي لكم الفيديو تشوفوه كيفاش كنحتفظ بالعجين في المجمد. صافي خديت هذاك الخليط ديال الخضار درتو على هذا الشكل هكا دائري وضفت ليه الفرماج الاحمر، يمكن لكم تضيفوا مع الفرماج الاحمر حتى الموتزاريلا، داك فرماج موتزاريلا كيعلك شويه هذا الفرماج الاحمر والخليط. انا هذا هو اللي وجد عندي هو اللي درت. صافي من بعد ما درت هاد الحشوه غدا ناخذ العجين كنرقوها مزيان باش ما تجيناش شويه غليظه هانتوما. صافي وكندوروها على هاد الخليط هذا كيف غتشوفوا دابا، كيجي طريقه سهله
غير هنا كيجي هذا الجوانب هذا، اما ما تشوفوش انني كندير العجين غتقولوا غادي يجي غليظ، لا بالعكس كيجي رقيق. دابا تشوفوا معايا ان شاء الله في الاخير من بعد ما طيب، لان كنلاحظوا دائما دوك الجوانب ديال البيتزا ما كيتكالوش بزاف، يعني كيتكال الوسط ديالهم، لان كيكون فيه الحشوه، اي حشوه درنا، سمك درنا، فواكه البحر هكا، الخضار والجوانب كيبقاو، لان ما كتكونش واصله ليهم ديك الحشوه، يعني دائما كيبقاو يعني محطوطين هنا هالطريقة الطريقه هذه. لا غتكل كتكل ما شاء الله البيتزا كامله، يعني حتى دوك الجوانب اللي كيجيو في ديال البيتزا حتى هما كيتكالوا. ها نتوما صافي، من بعد ما دورت العجين كلها هكاك كنبقى نضغط عليها ندور. ها نتوما انا درت هاد الورق هذا ودرتو فوق هاد العود هذا باش كيجيني ساهل، لاني ما غنديرهاش في اللاطه، كندير هاد الورق ملي كتكون عندي بيتزا كبيره كندير هاد الورق وكنحطها ديريكت في الفرن. صافي كناخذ نفس الطريقه كنديرها، كناخذ هذيك اللي عندي او تاخذوا فورشيت وكتضغطوا، ولكن هنايا ملي كتبغيو ديروا هاد الثقوب هادو كتحاولوا ما امكن انكم ديروهم فوق داك التنيه ديال العجين اللي تنينا، علاش؟ باش ما تنتفخش وتجينا غليظه. انتم شفتوا، وفي نفس الوقت كيلصقوا دوك الجوانب اللي درنا. صافي نفس دي سميتها الصوص طوماط اللي عندي اللي وجدت معاكم بالخضار، هانتوما كتشوفوا اللون ديالها كيفاش كيبان. هنا انا راه ما ضفت ليها حتى شي ملون، يعني اكتفيت غير بالفلفل الاحمر وصوص طوماط والجزر. هانتوما شوفوا اللون ديالها، وكذلك المذاق ديالها كيجي رائع. صافي كنحاولوا نديروا الكميه اللي بغينا، واخا تكثروا الكميه راه من بعد ملي كطيب راه ما كتبقاش كثيره، ماشي بحال صوص طوماط ملي كنديروها كثيره يعني كتبقى كتغلب شويه، هذه لا. صافي من بعد ما درنا الصوص طوماط وزعناه على العجين كامله، غنضيف واحد شويه ديال الفرماج في الاول، المهم على حسب الكميه اللي موجوده عندكم، كان عندكم قليله غديروه، كان عندكم كثير يمكن لكم تضاعفوا الكميه. صافي كناخذ هذيك الخضار اللي خلطت بالطون او كنخلطوها بالفواكه البحر الى عندنا، صافي وكنوزعوها بهذه الطريقه هذه، نحاولوا نوزعوها مزيان، يعني كاع الاماكن كلها كتعمر عندنا بالخضار. صافي من بعد ما ضفت دوك الخضار غنضيف هنايا الفلفله خضراء، قطعتها على هذا الشكل هذا، يمكن لكم انكم تشكلوا بالفلفله خضراء والفلفله حمراء كذلك. صافي هكا غنمشي ندخلها للفرن، يعني غطيب ديريكت وكتطيب بسرعه احسن من ما كنديروها في اللاطه. صافي نفس الطريقه غنديرها لهاد العناصر هادو او العجين اللي هي قطعتها فرديه هكا. صافي كندير لها صوص طوماط، ها نتوما كيف شفتوا. من بعد كنجيو نضيفوا لها الخضار اللي وجدنا بهذه الطريقه هذه، حتى الشكل ديالها كيعجب الاطفال، يعني يمكن لهم يتناولوها بلا ما يسولوا انها باش عامره. صافي من بعد ما كندخلها للفرن كنخرجها وكنضيف ليها من بعد الفرماج الاحمر، هانتوما شفتوا انا كنت كنوجد ملي كنوجدها كنصور بعض اللقطات. هانتوما هذه هي خرجت عندي من الفرن، هانتوما كيف كتشوفوا الجانب ديالها. صافي كنضيف الفرماج الاحمر كندخلو غير كيسخن واحد شويه، يعني كيتشمع وكنخرجوه، من الاحسن ان ما نديروش ديك العمليه ديال الفرماج الاحمر من الاول وندخلوه يطيب. هانتوما تقريبا ما خداش معايا واحد جوج دقائق كيكون الفرن سخون كندخلها. صافي دابا غادي نقطعوها، هانتوما كيف كتشوفوا كيفاش كتقطع، يعني العجين ديالها رطب وفي نفس الوقت مقرمشه من الجوانب. صافي ها نتوما كيف كتشوفوها، يعني عامره من داك الجانب ديالها، يعني ما غيضيعش لينا كيتكال. شوفوا ها نتوما في الخضار وفي نفس الوقت العجين رقيقه ماشي غليظه. صافي نفس الطريقه درتها مع البيتزا الفرديه. دابا هنا وجدنا واحد الكويس ديال اتاي ما شهيتكم فيه، جات ما شاء الله زوين. كنتمنى اللي غيزور القناه لاول مره ما ينساش يضغط على جرس الاشتراك باش دائما توصل بالجديد.